كيهم هو أن الكاب إحنا قابطينو الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب جلال الله ينسو كنزلو فيها نزلنا لو إيريسيو الإير إن بي في واحد الوقت اللي كان يمكن ياخذ مازال عامين ولا ثلاث سنين السجل الاجتماعي نزلناه الآن نزلنا المشروع ديال الدعم الاجتماعي المباشر وفيه كنمسو كل شيء يعني وهادو حنا بالطبع كلها برامج ملكية ولكن التنزيل كيمس كل شيء كيمس الناس اللي كبار الناس اللي عندهم الأطفال يلاه تزادوا الناس اللي عندهم الأطفال كيقراو وحتى هادوك الضعفاء اللي ما عندهمش المدخول وما كاينش عندهم إمكانيات وما عندهمش الوليدات حتى هما ما تنساوش يعني في هذا البرنامج فهذا برنامج اللي هو جدي. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.